وزير التعليم يستجيب لمناشدة طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية ويوجه بمخاطبة التعليم العالي لتوفير منح جامعية لهما. استجاب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لمناشدة الطالبتين دعاء إبراهيم من أوائل الثانوية الفنية تجاري وسهيلة ياسر من أوائل الثانوية الفنية زراعي للحصول على منحة تساعدهما على استكمال دراستهما الجامعية. ووجه الوزير الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفني بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير منحة دراسية بإحدى الجامعات للطالبتين. وعقب مناشدة الطالبتين خلال استضافتهما ببرنامج جروب الماميز على قنوات مدرستنا للاحتفاء بتفوقهما، أصدر دكتور محمد عبد اللطيف توجيهاته برعاية الطالبتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية الموهوبين والمتفوقين وأن بابه سيظل مفتوحا للطلاب من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الوزارة.